هذه المطعم اللي بنيناه منذ شهر 9/2011، بس اللي كان يساعدوا بيه اللاجئين المرفوضين بعد ما بعد. هذا المطعم احترقت امبارح بالليل بالساعة 4 صباحا. أظن أن يكون من بعض الناس اللي هم عندهم نواعي سيئة، وهو لما تحرقت هذا المطعم يعني الحمد لله ما فيها خسائر بشرية، ولكن كل جميع المعدات اللي عندنا داخل كلها احترقت.